جدا جدا بتقديم كل أنواع الخدمات لحضراتكم، من علاج لغير القادرين، من مشروعات صغيرة، من منح تعليمية، من تركيب أطراف صناعية، من عمل أكشاك، من توزيع شقق. يعني عايز أقول إن إحنا بنسعد جدا بكل شيء حضراتكم بتبعتوه، وبنعتذر إن البعض بيقول مش عارفين نتواصل معاكم. أرجوكم الحتة أو المكان الوحيد اللي ممكن تتواصلوا معنا فيه بشكل ثابت ومستمر صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناة النهار. أرجوكم لا تترددوا وبعتولنا وحطولنا فيها أرقام تليفوناتكم أو طريقة التواصل معاكم، وإن شاء الله بإذن الله ونرد عليكم، وربنا قدرنا ودايما ندخل البهجة والسرور لقلوبكم وبيوتكم في واحد من الناس. عايز اقول لكم حاجة، حلقتنا النهاردة حلقة للكبار فقط، يعني زائد 21 سنة، زائد 21 سنة. الحلقة النهاردة حلقة هامة جدا وفيها مشاهد لا يجب ان يراها من هم اقل من 21 سنة لحساسية وخطورة هذه المشاهد ولصعوبتها، فانا حبيت بس اقول هذا الكلام. وقبل ما نحط علامة زائد 21 ونبدأ نقول للكبار فقط، عايز اتكلم عن مبادرات الخير اللي هي جزء اساسي من واحد من الناس، واقدر اقول لكم انها من اهم اهدافنا لانها بتخدم اهالينا، والحقيقة بنلمس ده في كل مجالات الحياة، وانا بكون سعيد جدا لما اكتشف ان في مبادرات طيبة وجميلة بتخدم الناس. اخر مبادرة لفتت نظري على السوشيال ميديا كانت بعنوان المطعم الخيري. ايه حكاية المطعم ده؟ ثلاث شبان من ابناء مدينة الزقازيق قرروا ان هم يعملوا وجبات شوربة عدس لمكافحة البرد، وبيقوموا بتوزيعها على البسطاء والعمال ليلا في الشوارع، وفضلوا يعملوا الحكاية دي وتطورت الفكرة لغاية ما بقى عندهم مطعم خيري بيوزع الوجبات على المئات من اهالي الشرقية لمحاربة الجوع. اما احلام اصحاب الفكرة دي فهي ان يكون عندهم اكبر مطبخ في مصر يغطي كل المحافظات. فكرة مدهشة ومبادرة عظيمة تستحق مننا كل تشجيع واحترام. مش بس الإطعام هدفهم، كمان مراعاة أدمية الآخر، يعني ياكل اللي نفسه تهواه. من 3 سنين بدأت مبادرة المطبخ الخيري، بدأت بلفتة إنسانية. في يوم من الأيام كنت راجعة في وقت متأخر في يناير شتاء، شفت واحد من الناس المشردة نايم في الشارع، هو متغطي بحاجات كتير قوي بس هو بردان، فالراجل ده حتما جعان. من هنا ابتدت الموضوع افكر فيه، طب احنا ازاي نقدم له وجبه سخنه، ازاي نعمل له حاجه تدفيه، مين هيديها له. من هنا اتقابلت انا ومدحت مجدي، هو معايا من المؤسسين، انا هعمل اكل في البيت عندي وانت تنزل توزعه. ومن هنا طلعت فكره قوات مكافحه البرد. البرد خلص خلاص، فبقت الموضوع تطور لقوات مكافحه الجوع. طب مش نافع خلاص ان الموضوع كبر يبقى في البيت عندي، هنعمل ايه؟ اخدنا المكان اللي حضرتك معانا فيه دلوقتي، وبقى الفريق بدل برد خلص بقى قوات مكافحه الجوع، والمكان بقى اسمه المطبخ الخير. المكان ده اهم حاجه عنده كرامه الناس اللي محتاجه. انا مش هعمل اكل علشان اجرح الناس بتقديمه، لا، احنا بنعمل الاكل اكل ادمي جدا، اكل انا مش هتكسف احطه على سفره بيتي، هيروح للناس لحد بيتها، فاللي هو رايح لهم دليفري. احنا يعني الاول ابتدينا بمحيط مدينه الزقازيق، حاليا احنا يعني محافظه الشرقيه الزقازيق بالمراكز المحيطه بيها، حوالي 500 اسره معانا دلوقتي، متوسط 2500 وجبه
بنحتاجهم لعدد الأسر دي. 2500 وجبة بمواعيد ثابتة، ومتطوعين بيتعاملوا مع العمل ده كأنه واجب والأجر عند الله. احنا عندنا جدول محدد احنا ماشيين بيه هنا في المطبخ، بنعمل يوم سمك ويوم لحمة ويوم فراخ. احنا النهاردة عاملين فتة، بيتم تقطيع العيش زي ما حضراتكم شايفين، فتة مع لحمة ضاني بالخل والثوم، طبعا زي الحاجة اللي احنا بنحب ناكلها في بيتنا بالظبط. الكلمة اللي انا احب اوجهها، بقول يا جماعة تعالوا شوفوا احنا بنعمل ايه، شوفوا قد ايه حب الناس لبعضيها هنا وحب عمل الخير قد ايه. تعالى شوف احنا بنعمل ايه، مش شرط ان انت تساهم ماديا، بس معنويا دي بتفرق معانا كتير. العائد من العمل الخيري غير الثواب هو الاثر النفسي والسعاده اللي بتدخل على المتطوع، واللي يمكن تزيد عن سعاده المحتاج بالعطاء ليه. لله تعالى بخلص شغلي، بجيب متطوع هنا، بقف في المطبخ مع الشيف، ولو انه هو ربنا يحفظه ما بيديش فرصه بصراحه لحد، لانه هو حابب قوي قوي يطلع حاجه جميله. بطلع من المطبخ تعبئه، تغليف، الحمد لله رب العالمين. ممكن نطلع مع الشباب توزيع، الحمد لله رب العالمين. صحيا تعبانه، انزلاق، خشونه، ضغط، واكتر كمان، الحمد لله رب العالمين. مجرد ما نزلت في المطبخ الخيري وتطوعت، الحمد لله رب العالمين، مفيش شكوى، لدرجة إن أسرتي سعيدة جدا جدا وبتتمنى نزولي يوميا في المطبخ الخيري. الكل بالمطبخ الخيري بيقف على قدم وساق لإعداد أشهى الوجبات، لحوم، خضار، فواكه، وكل ما لذ وطاب. وصدق اللي قالوا هنيال فاعل الخير. ياسمين الضوي، واحد من الناس، مع الدكتور عمرو الليثي، قناة النهار. زي ما قلت في بداية الحلقة، هذه الحلقة للكبار فقط، منهم أقل من 21 سنة، أرجو أن هم يمتنعوا عن مشاهدتها، لأن الفقرة القادمة دي فقرة غريبة جدا ومثيرة جدا، وبتاخدنا لعالم يمكن كتير منا عنده فضول أنه يعرف أسراره، وهو عالم السحر والسحرة والأعمال. لكن أحب أقول لكم قبل ما نشوف الفقرة دي، إننا ضد أي شعوذة وأي دجل وأي دجال وأي أعمال تتنافى مع العقل. إحنا مش بنروج لهذه النوعية من الأعمال، ولكن بنلقي عليها الضوء علشان نفهمها ونفسرها ونوضحها ونبين حقيقتها اللي ممكن تكون غايبة عن ناس كتير. وبنحاول من خلال هذه الفقرة إننا نقول إننا يجب أن نحكم العقل في كل ما نسمعه، ويجب أن نستوعب أن الدجل والدجالين لا يصنعوا حقيقة، وإنما وهم وأكاذيب. بعد الفاصل فقرة تكشف بالصوت والصورة عن هذا الدجل الذي نتحدث عنه. ندق ناقوس الخطر في هذه الفقرة، أرجوكم بأكد مرة تانية، من هم أقل من 21 سنة يمتنعوا عن مشاهدة هذه الفقرة، نظرا لصعوبة وحساسية ما سوف يتم عرضه خلال هذه الفقرة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وباكد على ان هذه الفقره للكبار فقط، من هم اقل من 18 سنه لا يشاهدوا هذه الفقره، لصعوبه وحساسيه الموضوع المطروح اعلاميا طبقا للمعايير الاعلاميه الدوليه. هذه الفقره تتحدث عن عالم السحر. ده عالم غريب جدا ومليان يعني خلفيات وخرافات لا تنتهي. والحقيقة إن
كل يوم بنلاقي حكاية جديدة مرتبطة بالسحر والسحرة والناس اللي بتحاول انها يعني توقف السحر دوت. من فترة بسيطة خرج علينا الأستاذ أحمد جبر بحكاية انه هو بيستطيع انه هو اكتشف ان الأسحار منتشرة في القبور، وقال انه هيبدأ حملة لجمع الأسحار والأعمال من المقابر. الحكاية دي لقت يعني عملت ضجيج وقلبت الدنيا بصراحة. في ناس كتير شككوا في الكلام ده وفي ناس صدقوا، وهو نشر صور الأعمال اللي طلعها من المقابر وحطها على السوشيال ميديا. الموضوع بقى خطير وبقى غريب ومش مفهوم، ومين اللي بيعمل الأعمال دي وبيعملها لمين وبيعملها ليه، ودايما ليه بتوضع هذه الأعمال في المقابر، وهل فعلا في أعمال وممكن تؤثر ولا لا، وهل صحيح ان في انسان ممكن يفك هذه الاعمال. بصراحه كل هذا الكلام يعني بين الحقيقه والهزل، بين الخرافه والواقع، موضوع حساس. نحن لا نروج للخرافه لكن نبحث عن الحقيقه حتى لا يقال اننا نروج للخرافه. عشان كده النهارده حبينا ان احنا نجيب العناصر اللي هي صاحبه الموضوع ومن لهم راي في هذا الموضوع. معايا الاستاذ احمد جبر، اهلا بيك يا استاذ احمد. وهو اللي هو يمكن عمل حمله جمع الاسحار والاعمال من المقابر. اهلا بيك. معايا فضيله العالم الجليل الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا واهلا بحضرتك. ومعايا الاستاذ تامر الورداني، وهو واحد من اللي الاستاذ احمد لقى السحر الخاص بيهم في مقبره وحطه على السوشيال ميديا، وبعدين هو شافه وعرف حكاية ايه واتكلمه واتصل بيه عشان يتواصل معه. خلوني قبل ما ابدأ الحوار الشائك نشوف التقرير ده. يسكنون في عتمة الأماكن وأقصاها، يزدهرون مع خوفنا، يروننا من حيث لا نراهم، وبين مساحة المعقول واللامعقول هناك عالم خفي من السحر والتنجيم، طلاسم ورموز وخطوط حمراء قيل أنها تصيب بالمرض أو تقود إلى الموت. بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، قرية الصوة ريفية بسيطة، فيها يقطن الدكتور أحمد جبر. وصف نفسه بأنه معالج روحاني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهره وهو يجوب بين القبور باحثاً عن الأعمال والأسحار المخفية بمكان ما. مقاطع فيديو أثارت تعليقات رواد السوشيال ميديا بين الشاكر له ومن يراه متلاعباً بالعقول. وفي مقابر قرية الصوة رافقناه ليكشف أمام الكاميرات حقيقة استخراجه لأسحار خبئت في خلوة المقابر. ده مقام مين؟ قلت لك أنا ده مقام واحد طبعاً هنا من البلد، بدأ على ذكر اسمه برضه، بس المفروض إن كان ليه مقام وناس بتيجي فيه وكده. اتهجر من فترة، كان هنا في بطانية وزي ما خد موجودة، وكان هنا مرسوم زي ما أنت شايف، إحنا مشغلتين على الحيطة أهو قرونة هي ورأس شيطان، حتى الأحمر ظاهر هو مكان اللي كان مكتوب بيه ماشي، وده كان زي شوكة بتاعته كده
والدراع بتاعه والجسم هنا، وكان مكتوب طلاسم وشيطان وابليس. كل ده احنا اتلفناه عشان ما يتمش عمل سحر تاني هنا مره تانيه. تمام. هنا برضه هو كان راسم نجوم وطلاسم برضه، كل ده هو احنا مشخبطين عليه واتلفناه خالص. كل ده كان نجوم وطلاسم ومكتوب برضه تفريق، قتل، موت، مرض، كل ده احنا شلناه برضه. هنا كان معمول النجمة السداسية، هي معناها ايه؟ دي تحضير الجن. النجمة السداسية دي دايما لازم تكون موجودة في اي طلسة. طبعا هنا كان بيقيد الشمع هو. هنا في اثار شمع، بقايا شمع، بقايا شمع هي سايحة، وحتى ظاهر مكان الحروق بتاعته في الشباك ده لسه كان من فترة قريبة مش من بعيد يعني. قد ايه تقريبا؟ ده اخر حاجة احنا اتلفناها بقالنا سنة كده. من كتر الاسحار الصحراء اللي اخرجناها من هنا بدأ ان في ناس كل ما بتعدي هنا بتقول جسمي بأشعر من المكان ده، من المكان ده. بنشم روايح كريهة. طبعا زي ما انت شايفة في قضاء حاجة هنا. الساحر لما بيزني بيقوم يقضي حاجته في مكان الموتى ليزداد سحره. كل دي من أفعال الشياطين. كل ما تقترب من منتصف الليل كل ما زاد قوة السحر، قوة الجن في الظلام. فالطاقة القصوى للجن هي بالليل. وإحنا بنتجول في المقابر دلوقتي، في مواقع حضرتك حسيت فيها طاقة؟ آه طبعا، في كثير من المقابر دي مدفون فيها. هو إحنا خلاص الجو هيبدأ يظلم هو. بس هنعوز زعفران ومسك أبيض ومسك أحمر. ليه؟ بتقرا عليها آية الكرسي والإخلاص. بتكون الإشارة عليها أسهل وأسرع. إزاي؟ يعني أقدر كل ما الإزازة اتحركت نحو الاتجاه معين أمشي وراها بإحساسي وبالحركة البسيطة اللي ظهر فيها. أيا كان نوع السحر، يعني في أسحار بطلعها كمان من البحار والأنهار. بتفهم الطلاسم اللي مكتوبة؟ بفهم الطلاسم، وده إلهام من الله. تعلمتها؟ لا. طب أنت حاسس في أي اتجاه ممكن نمشي حوالينا في طاقة سلبية؟ ممكن هنا الاتجاه ده؟ طب يعني تعال نقرب كده نشوف الطاقة دي هتزيد؟ لا بتزيد. قادر تميز نوع السحر إيه؟ اللي حوالينا دلوقتي سحر مرض أو مرض؟ تمام. طيب قلت لي الإزازة دي من إيه؟ اللي فيها إيه؟ دي كده بيكون محطوط عليه زعفران. أنا ممكن أشمه؟ اتفضلي. هي ريحة ماء ورد. تمام. والأحمر ده إيه؟ ده الزعفران. مسك أحمر وزعفران وماء ورد. أو زيت ورد. اشمعنى المكونات دي تحديدا؟ الجن السفلي بيتحضر بنجاسة بدم حيض، وبعض قطرات الزعفران بيخلط طهارة بنجاسة. تعلمت ده ازاي يا دكتور؟ علوم كتيرة ربنا ألهمني بيها. يعني برضو ده هبة اللي حضرتك قلته. نبدأ الكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وأقسم بقسم سليمان النبي على الجن، وأسأل الله العظيم بكل ما سأل به رسول الله، وأستعيذ بكل ما استعاذ به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المكان، وأن يظهر ما فيه من نجاسة أو سحر سفلي أو علوي أو على أثر أو على صورة، بقوة الله الواحد القهار، بحق ما جعلني سببا لعباد الله. بسم الله ولا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله نور السماوات والأرض، خليك مثبت على إيدي. بسم الله نور السماوات والأرض، بسم الله نور السماوات والأرض، بسم الله نور السماوات والأرض، بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله. يظهر كل سحر بقوة الله، إن كان على صورة، إن كان على أثر، إن كان مدفون، إن كان مرشوش. بسم الله ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انت مسهجة، انت خلي بالك بس مش عايزها تقع.
ملمساش؟ لا لا لا، عشان هي بتبقى متحمل عليه. انا مش شايف. شوف انا كده رجلي بدات توجعني جدا. السحر اللي معمول سحر صعب، لان ده كده سحر موت او مرض. السحر قريب جدا، ممكن بقى كله يقرا آية الكرسي بعد اذنكم، وممنوع اي سجاير، وكل اللي موجود يقرا آية الكرسي وما يعديش الحته دي عشان كده خطر. ممكن اسال حضرتك ايه اللي بيخلي ازازه نيل طاقه بتكذب في الصيف؟ طاقه ولا جن؟ حاجه ثانيه. طاقه ولا جن؟ انا هسميها طاقه وجن مسلم. يعني هذا الجن تعرفه؟ تعرف اسمه؟ اعرف اسمه ايه؟ انا بتعامل معهم باسمائهم بتاعت الجن. لا انا كمسميهم سالم، عارف، موحد، روجينا. هم يعلمون ان انت مسميهم كده؟ انا يعني. طب اللي معانا دلوقتي اسمه ايه حضرتك تعرف؟ كتير. الاسم اللي حضرتك اطلقته عليه ايه؟ سالم. يعني حضرتك ممكن تقول له اثبت لنا وجودك يا سالم في هو ده الطاقه اللي بتتسحب دلوقتي او يحضر؟ هو حاضر بالفعل. مش هيحصل كده اذا كان الجن موجود. حضرتك قلت ان في حاجه على الشجره، في طاقه فوق، في طاقه في الشجر. طب احنا ليه اتغيرنا المكان؟ في طاقه في الشجر. انا هو ما بقول لك يحدد كم مكان لغايه ما يوصل صح. يعني انا دلوقتي رافع ايدي فوق لان حسيت ان هو مطلوب مني ان ايدي ترتفع. فايدي ترتفع يعني في حاجه فوق. لو ايدي بدات تتقل ومش قادره ان انا ده اللي مثبتها كده ونزلت، يبقى في حاجه تحت. محدش يلمس حاجه، وحد الشباب كله يقف على ناحيه بعد اذنكم. محمد محدش يلمس حاجه. انت ليه مش عايز حد يلمس حاجه؟ غلط غلط. ممكن يحصل ايه؟ ايوه يجي له يجي عليه طلسم. حد يقطع لي من هو عايز من هنا. قطع الشجر. حاسبه يا شباب حاسبه. محدش يلمس حاجه. انتوا بهدلتوني. محدش يلمس حاجه بس. الله أكبر ولا إله إلا الله. كله إيه رأيت الكرسي؟ بص حضرتك في بطن الشجرة سحر قديم. ده سحر قديم؟ يعني معمول من زمان. كل الشباب اللي واقفين بعد اذنكم بعيدوا عن المنطقه دي خالص. مرشوش في سحر هنا برضه. في سحر مرشوش بعد اذنكم. يعني كده انتوا هتتأذوا. في سحر مرشوش يعني انتوا هتتأذوا يا شباب. بسم الله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ده عروسة طفلة وراسها عظمة محروقة. ده ايه؟ راس فرخه. وقطع من ملابس او من الملايه اللي بتنام عليها. مش قادر اقف. تحطيتهم؟ جسمي كله عمال يجيب ميه ويتنفض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء، هو السميع العليم. يعني ده كده صاحبته لو اشاء الله بالاصابه لها بالسحر زمانها ماتت. السحر ده قولي بقاله سنه 8 شهور. مش انا هقول لحضرتك ملاحظتي، انا مش شايفه فيه اتربه على القماش. ما هو ده دي شهور. بص هنا يعني ما ده اولا ده انا كله ده بصي تراب اهو بس نازل عليه الميه بالزعفران. ده بقاله شهور مش هيعدي اكثر من كده. والقماش ده يدل ان هو لسه بقاله شهور. ده ايه؟
ده زي ليف كده بفائدته بيبول الساحر عليه كبول. هي دي العظمة عظم، يا إما عظمة بني آدم إما حيوان، أنا مش متحدد لأن محروق أطارفها يعني. طب وحرق أطراف العظام ده عشان البنت تسمر وتبدأ تكتم وتموت سنة بسنة لغاية ما تنشف زيها وتموت. إذا أشاء الله لها بإصابتها بالسحر. دي كلها أمور شعوذة. ريش. والريش ليه؟ دي كده ريش حيوان أو شعر إنسان، يبدأ جسمها يتساقط، شعرها يتساقط. الريش بتعمل إن هو جسمها كله يبدأ جلدها يعمل زي برص وأبراض في الجسم. ده فستان طفلة. فستان طفلة. شفت الشعوذة؟ في عظم تاني اهو، ده اسمه لوح الكتف. ده لوح كتف بس مش عارفة ده مش إنساني ده. لا 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 مش بشري، ده حيواني. طب انت بتاخد بقى الحاجات دي تفك السحر بتاعها؟ بحط عليه المسك وزيت الورد كده ونروح قصينها في ميه في اي شيء. يعني هناخده معانا نرميه في ميه؟ ده يتشال ويترمي في بحر بعد ما يتقري عليه زي ما احنا بطلناه بالمسك والزعفران ومقري عليه كده وأزنت عليه وفي المكان، لان المكان نفسه مرشوش عليه سحر. الغرض من الحركه اللي هو عاملها دي وحطيتها جوه الشجر وفي شجره مغيمه علشان حتى اللي يجي يعدي من هنا يتاثر بتاثيره حتى ما يفكرش ان هو يكسر الشجره او يخش فيها. يعني عايز البنت تموت بمعنى الكلمه. بس احنا ما عرفناش مين البنت. لا مش مذكور. ده حق دي بقى البنت دي من نوع اللي معمول ليه بحرفها اسم على قطر. انت عرفت منين ان هو مرض وموت من العظام؟ من كل سحر ليه. لو لقينا كفستان وعظم ولو لو العظم ده معمول، هو كان معمول على هيئه راس، يعني البنت دي تبدا يحصل لها ضمور في العقل وتبدا يحصل لها زي جنون وجسمها ينشف وتموت. الريش والحاجات اللي ملابسها دي ان حتى لو نامت في الاوضه بتاعتها يحصل لها هلاوس. دي حاجه من المكان اللي هي بتنام عليه يحصل لها هلاوس ويظهر لها زي حاجات مخيفه مرعبه بالليل، يعني جنون ومرض وموت. ظهر يا محمد هاتولي اشرب. طب تحب نطلع من هنا؟ يا ريت. بس خلاص تمام. السحر المرشوش في المكان معمول اساسا عشان محدش عارف يوصل له. تمام. يعني معمول عشان لو حد حاول يفكه هو اللي يمرض ويشيل الطاقه بتاعته. وصف لي بدقه شعورك الجسدي دلوقتي. اضطراب عام في الجسم كله، تنميل، وجع في اسفل الظهر، صداع خفيف في الجنب الشمال، احتقان شديد في الزور، حاسس اني عايز ارجع. لا صوته حتى بدا يروح. يعني في حاجه مسيتك؟ هو مش مس، انا عشان روحاني الطاقه زايده جامد في المكان. حصل معاك قبل كده الكلام ده؟ اول مره يحصل الطاقه التحميل الجامد ده. طلعت اصحار كتير، بيحصل لي دوخه وتع، بس المره دي تعبت. الجن المسلم اللي هو سالم قادر يقاوم هذا السحر؟ قاومنا الحمد لله. يقول لك قوي؟ قال لي ما هم عم يحذرني ان المكان صعب بس لازم نطلعه. كان بيقول لك في ودنك؟ كان بيقول لك ايه؟ احذر المكان صعب. بيقول لك لفظا بنفس احذر المكان صعب. كلمني بقى عن سالم. ده سؤال في دماغي من ساعه ما كنا في المقابر. انت عرفته ازاي وبعدين هو قال له قصه لوحده؟ بس يعني انا اسمح لي اسالك سؤال مباشر، ايه اللي هيخليني اقول ان دكتور احمد مش مخاوي جن؟ ازاي؟ ما كلمه مخاوي دي اللي بيبقى معاه جن، بس انا ما بحبهاش. يعني هي المفروض بتتقال عليا كده. هي حقيقيه. هي المفروض اسمها مخاوي يعني مصاحب. كلمه خاوي او قرينه يعني صديقه في اللغة العربية. قرين الشخص أي صاحب الشخص أي معه. طب ما ده اللي كان خواه حصل. أي أخاه أي معه. ما ده اللي كان حصل مع حضرتك في المقابر. تمام. ده جن كده مسأس. أنا بقى لا بحب أسميها اللي هم بيسموها شيوخ خدمة، أو ما بحبش أسميها زي الناس بتوع زمان مخاوي. الاثنين دول ما بحبش الإطلاق. بتحب أنا حتى لما بعرضهم على السوشيال ميديا وبتكلم بذكر صحابي. هي فكرة جنونية واللي أنا بقوله حاجة صعبة، بس طبعا أنا منزل دليل
حكم التعامل مع الجن المسلم من دار الفتوى انه يجوز التعامل مع الجن المسلم. تستطيع ان تستشعر حضور جن؟ طبعا انا مجرد ان انا ذكرت اسمائهم وقرات القران بستشعر حضور الجن هل المسلم. هل هم موجودين دلوقتي؟ موجودين. شايفهم؟ حاسسهم؟ لا مش بشوف الجن المسلم. اللي اذا غمضت عينيا يبدا يتشكل. شوفه في شكل ايه؟ اشكال حسنه كشكلنا يعني سالم بيحب يتشكل بشكلنا. وشال ابيض وطاقيه بيضاء لانه هو من النوع الشيوخ الدعاء يعني هو داعي في الجن المسلم. لو غمضت عينك دلوقتي ممكن تشوفه؟ لو انا غمضت عيني وحبيت استحضره بس حاليا انا دايما بتكلم فانا مش هكون في التركيز اللي انا عايز اكون معايا. مواليد سنه كام يا دكتور؟ لا ما بحبش اقول مواليد واحدد بالظبط الشهر والسنه. طيب عندك كم سنه؟ اولا لحروب الصحراء عليا فانا بيشتغلوا بالابراج ويعرفوا البرج بتاعي ايه والكلام ده. بدات امتى انت عندي 15 سنه؟ ازاي بدات؟ جاي يوم وانا نايم في غرفتي اذان الفجر قمت قعدت فارد رجلي على السرير وبعمل كده افك ايدي مش مفكوك بالشكل ده بالظبط. انا اتصرعت الاذان شغال وانا معمول كده ومش قادر اتحرك. انا جا في دماغي ده جن على طول بقى مع الشيخ فهمني الله لا اله الا هو كملت لغايه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رحت بالمنظر ده جسمي مفكوك بص بصي زي ما انا بصور لك كده رقبتي جايه كده 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 وعيني جايه معاه. مين هو؟ شكل مصغر راس ثور بقرون ووش زي وش خنزير ودي الحيوان وجسم حيوان ودي في منت. عدى 30 يوم جبت كتب رقية شرعية شيخ كشك كتب حديث انا عايز اوصل لاي حاجة توصلني للجني اللي كتفني في قطر. يمكن ساعتها لو حد دلني على كتاب سحر عشان اوصل للجني كنت هقرا فيه عشان اوصل. كل اللي قريت فيه كتب علم وشيوخ مفيش اي حاجه قريت فيها عارفه اتواصل ازاي. اللي انا فهمته من التوتال اللي انا قريته كله ان الواحد لازم يكون قلبه ميت لو عايز الجني يخاف منك لازم تنام في ضلمه تقرا كل ده انا قريته او تتحداه في مكان مظلم. دماغي لفت انا كطفل عندي شاب لسه في بدايه عمره 15 سنه ايه اكتر حاجه اوصل بيها للجني ده؟ هو فين قريت في بعض الكتب ان بيبقى هايج في القبور علشان الصحراء بيعملوا الاسحار هناك. قلت هروح المقابر. دخلت المقابر بدا جسمي اشعر جامد جامد. كان في زي جبانه كده موجوده من زمان بس هم حاليا اهل البلد ردموها. وانا كنت بدفن سيدي وانا صغير شفت التربه دي جت في دماغي وانا داخل المقابر قلت هدخل في التربه اللي فيها جماجم وعظام. دخلت وفردت نفسي ونمت وسط الجماجم جنب مني والعظم وعمال احاول ان انا امسك في العظم كان عايز الجني يعني انا جاي اتحداه. انا سمعت قريت في الكتب انك الجني هيخاف منك لو انت متحديه فانا راح متحديه بقى مش راح فريسه زي ما كنت ممسوك فريسه في اوضتي انا راح متحديه. فنايم انا ضوء القمر كان منور انا في حاجات عماله في اطياف بس اشعره وجسمي بدا يحس ببروده واشعره. انا جيت لك في مكانك اظهر لي مفيش اي حاجه. دنيت قاعد من الساعه 1 لغايه الساعه 3 اذان الفجر بدا القران يشتغل. رحت طالع من التربه ورحت جاي عندي. فالمهم بدات 30 يوم الجن ده مفيش اي اعراض ولا تمسك ولا حاجه من الحاجات دي. تحصينات واذكار وقران بعد 30 يوم جت لي البشره. اول رؤيه جت من اختي قالت لي يا احمد في لوح محفوظ خشب كده موجود فوق السطح ونازل عليه ملائكه نازله من السماء ومنزله عليه ايات قرانيه بس في الحلم يا احمد قالوا ان دي ليك. بعديها امي حلمت ان انا بعوم في بحر واسع وما بغرقش. الشيخ فسره لها قال لها ده علم واحمد هيكون في يوم من الايام حاجه كويسه. ومن بعدها بدات احمد صوته سمع بقى في كل حاجه بدا بقى موضوع العلاج وموضوع إذن أنت شغال في الموضوع ده بقالك أكتر من 10 سنين. أكتر إزاي بقى حضرتك عندك دخل عشان تستطيع أن مثلاً حضرتك تعيش في بيت تمام كويس أنا تتزوج أنا بدأت الحمد لله في الطريق دوت. أما مثلاً أروح أبطل سحر لحالة مثلاً حالة دي مستطاعة بدون ما أنا مفروضش على حد فلوس
فهو من فرحته من كتر اللف على المشعوذين او الدجالين فيروح مديني مقدار من المال 1000 5 500 10 2000 هو اللي يعني بيديني ده هبه منه. حكمه برضه في الدين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله صحابي وقال اني رقيت رجل اعرابي فقام كانه قيمه من اعقال قرات عليه الفاتحه فاهدوني اجرا 300 ما اشاء مازن دوني قصاد الفتحه دي فهل اخذها اجرا ان هل اخذها يا رسول الله معناه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها واجعل لي منها نصيب فدي ما فيهاش شيء غير بقى انا دلوقتي حالا بسبب بقى عدد الحالات وانا عندش فاضي عندك محدد مبلغ رمزي للحالات المستطاعه ومنزلها على الفيس للمستطاع اللي مش مستطاع والحالات تقدري تساليهم برضو براحتك وتتعاملي تعملي حوارات مع الحالات اللي انا علقتها ما باخدش منهم فلوس خالص فالاغنياء عارفين الكلام ده فبيعملوا معايا كده انا مني عايش ومني بساعد الفقراء دول شفنا التقرير اللي أعدته زميلتنا الإعلامية ياسمين الضوي زميلتنا في البرنامج والحقيقة التقرير حيفتح حوارات كثيرة جدا ونقاشات كثيرة جدا أستاذ أحمد أولا اسمح لي أسألك تخصصك ومؤهلتك لتؤهلك لمثل هذه النوعية من الأعمال لفك الأسحار إيه؟ تفضل. أنا أساسا من صغري أزهري في معهد الصور خدت الابتدائية في الصور والإعدادية والثانوية وبدأت رحلتي من وانا عندي 15 سنة قضية الكشف اللي احنا لسه شايفينه ده خاص بي انا يعني مش في علوم ولا كلام دوت انا اتمسيت وانا صغير كان عندي 15 سنة يمكن القصة ده حكيتها على السوشيال ميديا وبرضو عملت ضجة انا كنت في غرفتي لو عايز يعني لو عايز احب اشرح لك في عجلة سريعة كده عن الامر ممكن تحت امر فكان عندي 15 سنة فاتمسيت وانا في غرفتي لقيت نفسي فجأة فتحت عينيا كان الكلام دوت بعد منتصف الليل خلاص أنا فجأة عينيا فتحت وأنا نايم على جنب الشمال ووشي إلى الحيطة والنور منور فحسيت بإحساس رعب وخوف شديد جدا فاتجاهي للحائط أنا شايف زي ما يكون في حد ورايا فأنا في طيف قدام مني الإضاءة عاملة لي عكاسة على الحيط فأنا افتكرت حد من إخواتي أو والدي لأنهم هم إخواتي كلهم بنات ونايمين في الدور الثاني وأنا كنت بنام في الدور الأولاني لوحدي كان الكلام ده عندي 15 سنة كنت لسه في الثانية إعدادي أول إعدادي تقريبا يعني هو الكلام ده عندي من وأنا عندي 15 سنة فالمهم أنا حاسس بإحساس خوف شديد جدا ومرعب رغم إن أنا ما سمعتش فيلم رعب ولا في حاجة مخوفاني بس إحساس الرعب ده معرفش ليه فبحرك إيدي وبلف بيدي أشوف مين اللي ورايا جسمي اتشال أحرك مفيش فطب بدي الف دماغي مفيش انا صاحي ومفتح عينيا لكن لا عيني بتروح لا يمين ولا شمال ولا في اي حاجه في جسمي بتتحرك فانا جالي في عقيدتي في دماغي ده ملك الموت خلاص يبقى انا كده بموت ادام مش راضي انطق ولا اتكلم فبدات في دماغي ابكي واقول يا رب خلي ملك الموت بس يسيبني اقول لا اله الا الله انا مقصر يا رب وما بصليش وخليه يسيبني اقول لا اله انا بقول في دماغي انا لساني مش بينطق فبدأت أصرخ ونادي جوه عقلي لقيت صفارة في دماغي بنفس المنظر دوت فكل ما أقول لا إله إلا الله في عقلي الصفارة تزيد كل ما أقول لا إله إلا الله الزن يزيد لغاية ما خلاص مش عندي قادر أستحمل تمام فروحت على آخر لحظة سبحان الله فجأة راح جسمي منكوت كده من مكانه قمت قعدت وكنتش أعرف ده إيه يعني كان إيه اللي حصل لي ده ملك الموت ورجع مستحيل طب أنا كنت نايم يمكن بس ازاي انا مفتح عينيا وشايف في حد حاسس ورايا وشايف طفل في الحيطه انا مش كنت نايم انا مفتح عينيا المهم رحت للشيخ ليا في الازهر في المعهد اللي انا كنت فيه فقلت له حصل ليه 1 2 3 قال لي ده امر من الامرين اما ان كان في شيطان بيحاول يمسك يا احمد عشان انت ما بتصليش يا اما ده حاله نفسيه انك انت كنت زعلان او تعبان وده اسمه الجاسوم وجسمك ان هو يتمسك وانك انت تبقى صاحي ونايم في نفس الوقت اللي احنا بعد كده بدات اعرفه ان هو
حلم اليقظة، إن الواحد يبقى صاحي ومش قادر يتحكم في جسمه كله. من هنا بدأت المشكلة بتاعتي، وبدأت إن أنا لو في مكان في سحر جسمي يخدل، الإزازة تتحرك دي أنا بحس باستشعارات جوه جسمي، تقلان جامد في دراعي، وداية تبدأ من جوايا أحس إنها بتتجه للاتجاه ده. ده مس بسبب المس اللي انا اتمسيته وانا صغير. يعني انت اتمسيت وانت صغير والمس ده موجود؟ المس ده اه. انت بتقول لي ياسمين في التقرير في حد اسمه سالم. ده سالم ده بقى بعد ما انا بقرا على المريض رقيه شرعيه مثلا بيستنطق جني عليه، مثلا زي ما بقى الشيوخ بيقرا عليه ويقدر جني يحضر عليه. يعني الكشف اللي انت حضرتك شفته ده مش ده اساس الحمله بتاعتي. يعني ايه بقى حملتك؟ الحمله بتاعتي يلا حضرتك بتدعوني للقاهره، خش المقابر دي احنا عايزين نفك الاسحار بتاعتها. بروح اعلن معلن على الفيس ويبدا كل الناس تتجمع، ندخل على المقابر، كل المقابر اللي فيها زباله او فيها اي شيء مفتوحه طلعوا لي كل الحاجات اللي فيها. يبدا الناس تطلع الحاجات اللي في المقابر، نبدا نطلع من الكياس حاجات ملفوفه جوه صور. ايوه بس انت ازاي تنزل المقبره وحرمه الموتى؟ لا مش بنفتح مقابر موتى. موتى تاخد قبر مين؟ المقابر عندنا زي ما شفت المقابر في التقرير، المقابر مفتوحه عيون، تبقى احنا بنين عيون والعيون مفتوحه، فبنبقى سايبينها مفتوحه لغايه ما العمر الطويل للشخص يموت، بنبدا نحطه ونقفل بقى القبر. لكن احنا اساسا بنبني القبر ونسيبه مفتوح، يعني بنبني القبور. الاعمال يا استاذ احمد اللي انت طلعتها ونشرتها على السوشيال ميديا، طلعتها من مقابر فيها اموات ولا لا؟ لا لا لا، مش مقابر فيها اموات. امال فيها ايه؟ مقابر فاضيه، هي وسط القبور. المقابر فاضيه، تربه فاضيه، والعمل جواها مرمي في وسط القبور، يا اما مدفون جوه قبر، مش اللي هو محطوط جوه ميت. طبعا في بيبقى جوه الاموات زي ما بيحطوها المغسلين او المكفنين، فطبعا ده انا ما اقدرش افتح عليه لانه عايز تصريح والنائب العام، وانا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده اذا كان في تصريح. فلكن بس انا قريت على السوشيال ميديا انك انت طلعت الاعمال دي من داخل قبور اموات يا سيدي الفاضل، ومكتوب فيها بعضها كان تحت ودن ميت وبعضها تحت راس ميت. ده اللي انا قريته الحقيقه، انا شخصيا قريته. لا مش تحت، ما فيش اي حاجه قلتها تحت ودن ميت. انا بقول الاعمال بتنحط في الاموات. حتى في احد القنوات لما قالوا لي طلع من قبر ميت، قلت مش هقدر افحر عليه. انا لو الاعمال اللي محطوطه فوق متعلقه، يعني احنا لو دخلنا بحضرتك اي مقابر عشوائي هطلع لك منها اعمال كتيره، اي خدني اي مقابر عشوائي بدون كشف بتاع، ده كشف خاص بي انا. يعني ده اللي انا بعمله ده مش هو ده، مش هي دي اساس الحمله. ده بس لما ايه اساس الحمله؟ اساس الحمله زي ما قلت لك بننزل، زي يعني الفتره اللي فاتت دي كنا عاملين حملات في الشرقيه والقاهره وبالقاس والمنصوره. اهل البلد بيستنوني، بروح قاعد في مكان زي مؤتمر قاعه كبيره واقرا على الحالات الموجوده، فبيسرع منهم ايا كان الاعداد الموجوده، بيسرع منهم اعداد كبيره جدا من رقيه شرعيه بس، ايه الكرسي والفلق، مش بعمل حاجه يعني، هي دي اللي بقرا عليهم ويقع. الحاله اللي بتسرع بيبدا انه لو استنطقت الجن الموجود على الحاله ده مش، ما قلت لك الكشف انت شفته ده خاص بي انا، اما الحمله اساسا دورها كده، اقرا على المريض يبدا يحصل لي عرض صرع، يبدا لو الجن استنطق في المقابر باخد المريض للمقابر ونطلع العمل بتاعه في حاله لو المريض موجود. كشف انا العام بنزل على المكان، في مثلا في القاهره بكون كاتب على الفيس يا جماعه احنا ننزل في القاهره، شوفوا انتوا المقابر اللي انتوا عايزينها ونروح نبحث فيها. بننزل المقابر بحث عشوائي، لذلك البلاد دلوقتي كلها موجوده على السوشيال ميديا الفيديوهات، البلاد بدات تطلع تعمل زي، وطلعوا اعمال موجوده برضو الفيديوهات بتاعتهم على ممكن فريق الاعداد يجيب شيوخ من الازهر، شيوخ كبار راحوا المقابر بتاعتهم وطلعوا الاعمال وبداوا ان هم يعرضوها. لذلك شاركت من كليه ايه حضرتك؟ انا كنت اساسا دخلت كليه اصول دين، دنيتي فيها لسنه ثالثه. انت عرفتي من نفسك؟ قلت لي انا استشاري نفسي من شويه. ما انا قلت، ما انا لسه اكمل لك. خدت الثانويه الازهريه في الصوه، وبعد كده دخلت اصول دين، خدت اول سنه وثاني سنه وثالث سنه وما كملتش، ما رحتش الامتحانات في السنه الثالثه، طلعت سبت الكليه. طبعا كل ده انا كنت الروحاني، المس ده من وانا عندي 15 سنه، بس انا كان في دماغي هدف ثاني. انا اشتغلت في الرقيه وانا عندي 15 سنه ارقي الاشخاص، لكن موضوع الحمله ده ما كنتش عملته ولا جه في دماغي اساسا. مريض ما تعبان بقرا عليه وخلاص الموضوع بيعدي يعني. لكن بدات ان انا طلعت من كليه اصول دين، قدمت في معهد تمريض انترناشونال في الزقازيق، ده قعدت فيه سنتين خدته. بعد كده قدمت في اكاديميه تانية لعلم النفس، اكاديميه مش حكوميه. بعد كده قدمت في جامعه الزقازيق خاص، فانا ما ينفعش ان انا كنت اخش بالتنسيق بتاعي كاني ازهري. فدي رحلتي في التعليم.
يعني دي كده تحرير. انت معاك مؤهل ايه؟ علم نفس، اداب علم نفس، كليه جامعه الزازي. انت خريج اداب علم نفس؟ اه، حاليا بدي احضر الدبلومه فيها والدكتوراه ان شاء الله. شيخ ابراهيم، ما رايك في اللي انت شفته؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على من علم المتعلمين وبعث الامل في قلوب البائسين وقادنا جميعا الى شاطئ الله رب العالمين. صلاه وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. بحييك استاذنا العزيز، تحياتي لضيوفك الكرام ولمشاهديك الكرام في كل مكان. وخليني اقول لك، احنا امام حاله انا مش قادر امسك نفسي غير ان انا اقول لك مسخره. مصر في القرن 21 عندها حالات يجب ان نقف امامها ان كنا حقا نريد ان نكون بشر. هذا الهراء اللي احنا شفناه في التقرير ده هراء، الوصف الحقيقي بتاخده على مسؤوليتي امام القانون وامام المجتمع اللي بيشوفنا. وانا من الناس اللي ما كانتش بتحب تشارك في الحلقات دي، لكن انا مدين النهارده ان انا اقول لك انا بشكر حضرتك ان انت هتفجر حمله للاستناره الدينيه ابتداء من الحلقه دي بكل المساحه اللي الراجل دي خدها. ان انا اميل الى المنهج العلمي واعمل على وأد الخرافه، واول من عمل على وأد الخرافه في البيئه الاسلاميه كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا فاكرين الحديث حين مات إبراهيم ابن النبي، انظر إلى صبر الحبيب، غسل ولده وكفنه وشيعه إلى مثواه الأخير وعاد إلى بيته، اجتمع حوله مجموعة من الصحابة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان أقرب الناس في المجلس من سيدنا النبي، فرأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لهذه اللحظة الشديدة ألما على فراق ولده إبراهيم. سيدنا عبد الرحمن بيقول له أنت تبكي يا حبيبي يا رسول الله؟ ده احنا نعمل كل حاجة أنت لا. فقال ويحك يا عبد الرحمن، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل أن ينتهي النبي من هذا المجلس بدأت خرافة تتحقق على أرض الواقع، وشيع خبر في المدينة، وكان هناك ظاهرة كسوف الشمس وهي ظاهرة علمية محضة، فأشاع بعض الناس من أهل المدينة أن الشمس لن تظهر في هذا اليوم حزنا على وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما له من مكان عند الله. فما كان من رسول الله إلا أن ترك مجلس العزاء وصعد المنبر وقال أيها الناس اعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا أولا. إذن الخرافة بدايتها كان بين يدي النبي، وأول من وأدها في مهدها هو النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد اللي احنا شفناه مشهد عبثي، الراجل بيقدم نفسه على انه دكتور، على ما جيت الاستوديو لقيت المعد بيقول لي ايه، هو بيقول انا لسه في طريقي للدكتوراه، انا راجل، انا عايز رئيس الجامعه ان كان فعلا اتخرج من جامعه يطلع مع حضرتك على الهوى ويقول هل انتم في هذه الجامعه تعلمون مثل هذه الاشياء؟ هل ده علم؟ هل اللي شفناه ده علم؟ هل الهراء اللي احنا للاسف عايشين فيه؟ مفيش مقابر يا استاذ عمرو في جمهوريه مصر العربيه إلا وهي مليئة بهذا، وعمالين نقول الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني والدعوة إلى الاستنارة الدينية، ولكننا محلك سر. لما تظهر القرى الضعيفة المهمشة في بعض قرانا ونتركها، احنا اعتمدنا على ان الدعم انك تديله 2 كيلو رز 2 كيلو مكرونة، لا، الدعم الحقيقي للأمة دي هو انك انت تدعمه فكريا وتدعمه ثقافيا، ولا تترك هؤلاء. الحالة اللي قدامي الحقيقة هو حالة محتاجة علاج. يعني قولا واحدا سأسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، ده حالة شاب محتاج يتعالج نفسيا. اللي بيقول لك عليه ان انا جسمي متلبش، هات لي اي حد بتاع علم نفس. انت لو للأسف الواحد زعل ونام بيجي له ما يشبه الكابوس، انه بيحس ان هو مكبل ومكتف، ودي ظاهرة عادية جدا جدا. ناقص بقى ان احنا نقول انه وحي. وبعدين جبت الكلام ده منين يا سيدنا؟ يقول لك اصلا انا ملهم. يعني ايه ملهم؟ يعني انا من عايز لو قال انه هو في جن يعني بيصاحبه اسمه سالم، انت قلت كده. يعني بص، هذا كله يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نتصدى لمثل هؤلاء
الأدعياء الذين باعوا دينهم بدنياهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. طب العمل اللي شفناه ده كذب، كل ده كذب. هقول لك حضرتك حاجة، انزل القبور، ايه اللي شفناه بقى؟ انا يعني شوف المساحة، الناس دي بتكسب من ايه؟ الناس دي بتتكسب من ان هي تاخد الفرصة بقى نجم. يعني الناس هتنسى دلوقتي الناس اللي تصدت للخرافة دي، احنا رايحين الى ركن بعيد خالص. شوف مين النجم بتاع الحلقة، هذا الهراء صاحب الكلام الفارغ اللي احنا شفناه. ايه اللي احنا شفناه؟ وايه الازازة اللي راحت وجات والكلام ده كله؟ يعني ايه الازازة اللي راحت؟ مش ممكن يعني خليه ياخد المساحة بتاعته واحترامه على راسي وهكلمك. للأسف نحن لا نتطاول على فرض، ولكن نتطاول على الخرافة، نتطاول ونرفض الخرافة ونعمل على وأديها في مهديها، ويجب علينا أن نتصدى. الحاجة المهمة برضو اللي بقف لها، أصل بص بقى الزج بعلماء الأزهر، كل مشايخ الأزهر معايا، كل مشايخ الأزهر طلعوا معايا، كذب وافتراء، ولا يخرج خلف هذا العمل إلا جاهل لم يكن أبدا قد تعلم وجلس بين يدي العلماء الذين أفنوا أعمارهم في البحث والتدقيق في معرفة الحلال من الحرام والحسن من القبيح والخير من الشر. أمال القبور في كوبنهاجن بتعمل ايه؟ طب القبور الأعمال في اللي إيطاليا، اللي هو نشرها على السوشيال ميديا. احنا معانا حالة جاية أظن الأستاذ تامر. نفسي بقى أفهم من تامر كان عنده ايه وبقى عنده ايه دلوقتي. اتفضل يا أستاذ تامر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يعني حياتي متدمرة من 3 سنين. تمام. لدرجة يعني أنا اتجوزت يا دوب شهرين. حياتي واقفة، شغلي واقف، حاجات بتحصل بيني وبين زوجتي غريبة. يعني في حاجات أنا مش هينفع أقولها على الهواء. ممكن أكلم فيها حضرتك بعد البرنامج. تمام. لدرجة يعني برضو من ضمن الحاجات يعني النمل بلقاه في الكاتل بتاع الشاي. بيطلع من درج الغسالة في الأوتوماتيك. تمام. من الفريزر. تلاجة. أوضة النوم على المرتبة ما أنا بنامش فيها. لقيت دود على المرتبة. أنا مقيم في الشقة في الريسبشن. طب الريسبشن بس هو اللي نضيف؟ الريسبشن برضو كله نمل. طب اشمعنى نمت فيه ما نمتش في اوضتك ليه طالما نمت؟ ولا اوضه الاطفال بنام فيها ولا طيب المهم يعني انت تعرفت على الاستاذ احمد ازاي؟ انا الاستاذ احمد انا الصور دي لقيتها على السوشيال ميديا بتاعتي، كانت من يوم كتب الكتاب لقيتها على كذا صفحه مش جروبات. تمام. صورتك انت على السوشيال ميديا منزلها الاستاذ احمد؟ لا، دي اللي كانوا منزلينها منزلينها اني موجوده في السيده زينب. وصفحات معينه ليها صورتك ايه وانت بكتب كتاب؟ هم 3 صفحات اللي هم يعني وبعدين وصلتهم. بس فالكلام ده كان يوم 23 سبتمبر. ف حاولت احل، حاولت ابص على الموضوع ده. انا الاول ما كنتش بامن بالحاجه ديت. تمام. بامنه ربنا في الاول. ايه اللي عرفك بالاستاذ احمد؟ انا جاي لحضرتك. فمن حوالي بالظبط 15 يوم حصل ايه؟ فقاعد بتفرج على التلفزيون عادي، فكانت في قناه مستضيفاه. انا مش عايز اقول اسم البرنامج ولا القناه ايه. فبصيت عليه كده فلقيته كان بيتكلم عن الكلام ده وحاله تنظيف القبور ومش عارف ايه، فقالوا على اسمه. فدخلت على الفيس في السيرش كتبت اسمه، ظهرت لي صفحات كتير. طبعا انا بصيت على صورته وانا هو دايما على التليفون لغايه ما جت صوره بتاعت بصفحه اسمها اسرار العالم الخفي. طب بس عايزك انت رحت له؟ لا، انا جاي لحضرتك عشان اوصل له. دي طبعا ما كلمتوش مباشر، طبعا انا كلمت على جروب عنده في منسقه. منسقه بتوعه كلمتني، كلمتها بعت لها الصوره فقالت لي مديره اعمال مثلا يعني هي منسقه من المنسقين في الحال في الجروب. وفي كذا حد، انا يعني كلمت كذا حد. فعن طريقها حجزت. حجزت ايه ازاي يعني؟ يعني ان انا هروح اشوفه وهقابله. رحت فعلا وكان دوري محجوز والكلام ده، فلقيت الدنيا زحمه جدا. ومشيت، فلقيتها كاتبه لي على الفيس بتقول ربنا يسامحك الدكتور كان عايزك، وانا طلعت بصيت عليك بره ما لقيتكش، فروحت روح بكره او روح النهارده لو تقدر. رحت تاني يوم فبرضه كانت الدنيا زحمه، فوقفت وريت له الصوره على التليفون وشاورت له، فطلع يتكلم معايا وخد رقم تليفوني.
اتكلمت معاه، لكن هو لسه يعني الراجل ما ولا بدا معايا علاج ولا قال لي حاجه ولا قال لي هات ولا يعني حالك ما اتظبطش لغايه دلوقتي؟ لا طبعا انا مفيش حاجه بداتها اساسا. طيب الحمد لله. هو الراجل ما بداش معايا علاج اساسا لسه. ايه العلاج اللي انت منتظره؟ علاج بركب القران والرقيه الشرعيه. ما تعالجش لسه الحاله اللي قدامنا مظبوط؟ هل عليك حالات قبل كده؟ لسه ما بداتش معاه. يعني لسه عارفه، يعني انا عرض السحر بقى لي سنه فهو لسه واصل لي. انت بتعرف ازاي ان السحر في سحر في القبر مثلا؟ ما زي ما حضرتك شفت انا قلت لك بننزل حملات عشوائيه والاسحار اللي بتطلع بننزلها على السوشيال ميديا وبنوصل له. طب بتعرف الضحايا منين؟ من الفيس، ما بنزل الصوره والناس بتعمل لهم منشن، يعني اهله عملوا له منشن على الصوره ووصل. يعني لقيت سحر في مقبره ازاي بتوصله لصاحبه؟ بصور الصوره وبنزلها على الفيس. ومش ده اول مره، انا بقالي سنين طويله وشغال وعارف. عندك عايز تعمل مداخلات، عايز تجيب حالات اللي انا عالجتها. انا راجل لا سفيه ولا مجنون ولا اهبل، انا سايب شيخ يتكلم وكلامه يحترمه على راسي. يمكن انا في التقرير اللي حضرتك التحقيق اللي قالته معايا المراسله بتاعت حضرتك قلت لها انا مع الازهر لو الازهر تعارض معايا وقال كلامي ده غلط، لاني انا مش اخشى ان اكون فتنه. فانا مع انا كتشخيص انا اللي انا عملته ده خاص بي انا. الازهر لو طلع قال ان ده كله غلط انا مع الازهر عشان من ما نفتحش المجال على الشعوذه والدجل. فانا مع الازهر، انا احترمه جدا ومش هتعارض مع في حاجه. شيخ ابراهيم في مواصفات للانسان اللي ممكن يفك الاسحار ولا الكلام ده كله؟ بص يا استاذ عمرو، احنا بلد الخرافه فيها متمكنه ومستاسده للاسف الشديد. بلد لا تميل الى المنهج العلمي نتيجه لانك بتتكلم عن ما يقرب من 50-60% أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. هم أرض خصبة لمثل هذه الأفكار. البرامج اللي غير حضرتك بتعمل إيه؟ بتجيبه فتنجم فتشهر، ما بنكملش الحلقة للأسف. ما التكملة إن إحنا محتاجين حملة تبدأ من واحد من الناس بنقول من خلالها يا جماعة احذروا هذا دجل، هذا شعوذة، حكم من يذهب إلى هذا الرجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، ومن ذهب إليه فلم يصدقه ضاعت منه صلاة 40 ليل. ليه؟ لأن ده جزء من التصدي المستنير من كتاب ربنا ومن سنة سيدنا النبي. هيقول لك أصل فلان ده بالراجل ده بيحب مراته، طب ما يمكن في مشكلة عنده، هو نفسه في مشكلة. هل جرب يروح لطبيب نفسي يقعد ويتكلم معاه؟ ده اذا كان الراجل اللي هو رايح له محتاج طبيب نفسي. يعني انا ارى ان الشخصيه اللي قاعده قدامنا، وفي فرق بين انك بتنال من شخص وبتنال من فكر، عشان بس نبقى واضحين، لاننا تربينا على المنهج الازهري. هو اتكلم على انه ممسوس ان هناك جان يصطحب كل هذا هراء. انا عايز اسال سؤال بعد اذنك. كل هذا كان هل شيخي معتقد بالسحر ولا لا؟ الله تبارك وتعالى يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. شوف التحدي، اذا فتح الله لك بابا من ابواب الرزق، بابا من زوجه حلوه وجميله وجوزتها، القضيه فيك، القضيه فيها. حتى الاستناد اللي هم بياكلوا بيه عقول الناس، هو السحر مش في القرآن؟ ده كان ربنا حين تحدث عنها. طب ما كان المرضى يسترقون السمع وكلنا عارفين كده، وبعد ذلك منذ أن نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا. قوة الإيمان الاحتكام للعلم. ويمكن أنا قلت لحضرتك في الحلقة السابقة أن الله تبارك وتعالى جعل السلطان على الأرض للعلم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو العلم، هذا أولا. الأمر الآخر، النهاردة أنت بتقول لي أنا كنت في جامعة أنا واحد ما كملتش دراستي، يبقى أنا فشلت وطلعت من الكلية بتاعتي خلاص. ما جيش أقول بقى أصل أنا معالج نفسي. فين الدولة يا جماعة؟ يعني فين مين؟ إحنا عايشين فين؟ لما اجي اعمل حمله على الفيسبوك واطلع بالحمله اروح بيها المقابر، ودلوقتي استحياء من حضرتك، اصل احنا ما بنخش. هو عمرنا شفنا مقابر مبنيه ما فيهاش ميتين؟ ليه ان شاء الله احنا فين؟ اللي بني قبر ده بني، يعني حاجه عجيبه غريبه هلاميه. انت ممكن تلاقي في القبور كلها قبر واحد، وش عرفك انك انت القبور دي اتعملت؟ اما بقى فكره ان انا اروح والاقي جلابيه بتاع طفله ولا عروسه، لا حدث ولا حرج، ما هي الناس دي بتاكل عيش. ما هو الكلام ده على فكرة التقرير ده إدانة،
هي المراسله لما راحت، راحت له فين؟ جابته الاستوديو هنا وقالت له شوف الاستاذ عمرو معمول له عمل ولا لا، ولا راحت على ارضه؟ ودي طبيعي، انت لما تنزل لبعض العشوائيات، تنزل لبعض القرى المحرومه من الوعي ومن الثقافه، امثال هؤلاء للاسف بياكلوا عيش على جثث. دي قضيته اساسا، مش دي قضيتك اساسا؟ اه. طب انت ليه الحاجات دي طلعتهاش قبل كده؟ ما طلعتهاش ليه قبل كده طالما انت قريتك وعارف ان في اعمال قبل كده؟ حضرتك لو انت تقررت عمل صح اساسا هتعرف ان شغال على مستوى الجمهوريه كلها. عفريت العفريت كله. اللي عمل التقرير، انا قايل الاعداد حضرتك ممكن تدخل منهم وتساله. لا التقرير اتعمل صح. لا التقرير اتعمل صح. التحقيق بتاعي ما كملش، ما يعني انا كنت موضح، مش قصدي ان انا هين التقرير بتاع حضرتك. التحقيق اللي اتعمل معايا انا في بيتي وضحت فيه كل الاسئله دي، فانا بتكلم ان هو وضح لنا احنا عايزين يا استاذ في حضرتك. طيب عالم ازهري. انا عايزه، انا بص انا النقطه اللي انا عايز، مش عايز تنفعل ولا حاجه. لا انت لا عايز خد الموضوع، انت ليه منفعل؟ خلي بالك انا خد الموضوع ببساطه على عيني وراسي. انا طالع عشان اوضح للناس، هو يوضح فكره واحترمه وهو يسمعني. يعني انا مش طالع انا هو نتعارض مع بعض، انا عايز اتكلم واقول اللي عندي زي ما انا هو سمعني انا بسمعه، فانا مش نتعارض مع بعض. اتفضل. الحملة بتاعتي أنا عاملها على مستوى الجمهورية، ولما المرسلين بتوع حضرتك جم قلت شوفوا المقابر اللي أنتم عايزينها تروحوها وأنا تحت أمركم، ممكن حضرتك ترجع ليهم وتتأكد من الكلام ده. يعني أنا اللي نفسي. قالوا ليش كده؟ هم قالوا لي أنك أنت اللي حددت المكان واخترت المكان حضرتك. واتجهت فيه وبعدين قلت لهم أنا تعبان مش هقدر. هو المرسلين بعيد عن حضرتك؟ لا مش مرسلين عندي. طب ممكن تستدعي يعني لو حضرتك استدعيهم؟ أنا مش محتاج، أنا بقول لك اللي هم قالوه. تمام. لا أنا لما أقول لك حاجة أنا بقول كلام واضح. تمام. ما أنا قصدي لا يحتمل التأويل. حبيبي على عيني وراسي. سامعني بقول لك إيه؟ أنا سامع. أنا لما بقول حاجة كلامي واضح. انا فاهم وسامع كلامك. يبقى ترد على كلامي، ما تقوليش بقى اسال وما تسالش، انا عارف مراسلين كويس. لا هو يعني انا لما المراسل يقول لك حضرتك وانا يكون ايوه مراسل قال ان حضرتك ده اللي انت عملته. تمام. المراسل حضرتك اقول لك النص اللي حصل بينه وبينه نص يا سيدي من الصوره متصوره اهي، مش محتاجه تقول لي ما متصور. حضرتك المراسله كلمتني يا استاذ عمرو، انا بحترم فيك المصداقيه، فانا خليك. انا مصداقيه لكن ما بحبش التشكيك عشان تهرب من الموضوع. عندك القدره على المواجهه قدامك راجل دين، رد على كلامه. عاوز تراوغ عشان تخرج بره الموضوع مش هينفع معايا. عايز اطلع معاك. مش هينفع معايا. بص يا استاذ عمرو انا عايز اطلع معاك خطوه خطوه، مش براوغ والله. رد على الشيخ. هرد عليه بس رد على الشيخ، ما تقولش عليا رد على الشيخ. لا انت سالتني. الشيخ شكك في كل ما قال وقال عليك ان حضرتك مدعي. رد على مدعي ومريض نفسي. تمام. هو ده لازم يتعالج. ده احنا على فكره كده حابينه يا يعني دكتور عمرو. اقول لحضرتك حاجه، احنا في مطالبه صريحه من السيد رئيس الجمهوريه ان نعمل على تجديد الخطاب الديني. ادي القضيه الاولى اهي. انا كاحد ابناء الازهر بعلي صوتي على الهواء ومن خلال منبر حضرتك بعد اذنك، وبقول يا جماعه من هنا نبدا، من هنا نبدا. احنا سيبنا اولادنا وسيبنا اسرنا وسيبنا اهالينا كلا مباح لكل مشعوذ ولكل دجال ولكل من باع دين ولكل من لا ضمير له. الامه دي يا جماعه مش ممكن بلد بتستعد تستقبل. انا ليا سؤال اتكلم ولا لا يا دكتور عمرو؟ انا نفسي اتكلم. اتفضل. ما انا زي ما احترمته انا نفسي يعني اتفضل. تسمعني للاخر عشان حتى تعليقك يكون صحيح. اتفضل. تمام. انت حضرتك بتقول انت اخترت المكان، الاعداد حضرتك كلمني قال لي احنا عايزين نصور في المكان اللي الساحر حضر فيه وبيعمل فيه الاعمال بنفس النص. عايزين المكان اللي انت كنت بتصور فيه لايف ومطلع بتقول ان المكان ده الساحر بيحضر فيه، قلت من عناية الاثنين المكان ده. وايه انت طلعته من المكان؟ تلك هي المصيبه. ايه اللي طلع من المكان يا استاذ عمرو؟ يعني دي القضيه. انا عايز انت حددت. انا معايا الاعداد على التليفون اهو. عدد المكان، حدد المكان في المنصوره. ايوه. بعدين غير المكان لمكان تاني، بعدين اختار قريته. تمام. المراسلة اللي كانت معاك على الاير بيس معايا بتقولي تمام كويس. الحملة كانت الاولى، احنا كان اللي مستضيفنا وقريته في الشرقية غير المنصورة. احنا بنتفرع. واضح انك مش متفرع. هو انت مش عاوز، انت مش عاوز تواجه الرجل. يتهمك انك نصاب محتال. رد عليه. مدعي. هو يقول لك انت لا بتا... انت لا رجل ازهري ولا انت دكتور زي ما قلت، هو قال ولا انت استشاري نفسي زي ما قلت لي انا، ولا انت مؤهل، ولا انت معاك جن، ولا انت بتطلع اسحار، وكل الكلام ده هراء. رد عليه بدل ما انت عمال تضيع وقتك في كلام هراء عشان الملايين اللي بيشوفوك على عيني وراسي على الاقل يفهموا انت عايز تقول ايه. وانا بدي المساحه برضه، انا مش عايز ال 10 دقايق هحكي فيها. ما تقول، ما انا سايبك تقول. هو عليه. هو انا اتفرعت الكلمه اللي انت حضرتك رد على كلام الشيخ. رد على العالم. انا سالت السؤال ده حضرتك ولا رديت عليه ولا هو اللي هو ايه اللي هو الشيخ مقتنع بان السحر موجود وبيأثر على الناس ولا لا؟ بقول لك ما ردش.
قلنا ان الحجه اللي بيعتمد عليها امثال هذا الانسان ان السحر موجود في القران، حين تحدث الله تبارك وتعالى تحدث عن استراق السمع، تحدث واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والايه دي اعود لك ساعتين اشرحها لك. القضيه هنا ايه؟ اللي قدمه هنا ده سحر، انا بس عايز حد يقتنع بالشيء ده سحر، ده سحر، ده كذب، ده افتراء، لا بدليل ايه؟ ثقافه فهلوه. عمرو إيه؟ انا اطلع لك حته شراب من بتاع معفن، ولا اطلع لك عظم؟ والعظمه دي على فكره ده عظمه حيوان مش عظمه بني ادم، واتحدى. وبيني وبينه دكتور بيطري ياخد العظمه دي ويحللها، دي عظمه حيوان. ايوه عظمه حيوان، واخد ده في التقرير. هو قال في التقرير ان هي بتاع انسان. لا لا لا، والتقرير بص يا استاذ عمرو الانفعال، التقرير موجود كويس ولا لا؟ طب بعد اذنك خليه خليه، العظمه الاولانيه اللي هي الطويله عظمه انسان. خلي بعد اذنك الاعداد، ادي واحده. الحاجه الاهم من ده كله، خلي الاعداد هو انت بتعمل حملات، هو احنا عايشين فين؟ انا عايز افهم، اين النائب العام؟ فين الدوله؟ فين سياده القانون؟ هل انا كابراهيم رضا النهارده اقدر اجي اقول لك احنا عاملين حمله يلا يا جماعه ليه؟ والسوشيال ميديا شغاله، هي الدوله مش شايفه ده؟ انا عايز اقول لك ان الموضوع اخطر من اننا نعدي عليه مرور الكرام. الراجل ده هيطلع من تحت ايد حضرتك اللالادي بقى نجم، وهتلاقي الناس بتروح له وتطبل له وتنزل له في ليه؟ طلع في الاعلام واتشاف في الاعلام. المعالجه اللي احنا بنعملها فكريا مش كافيه، لان هو مش هيشوف غير ان الراجل بتاع الاعمال والتقرير والموسيقى والكلام اللي احنا عارفينه ده. لا، نحن نحتاج الى وقفه حقيقيه. السحر الذي تحدث عنه ربنا سحر بيقوم على الخيال. ربنا بيقول عن لسيدنا موسى فخيل لهم من سحرها انها تسعى، اي ان الخيال الذي كان ولذلك قلت حضرتك في الحلقه اللي فاتت خيل لهم، اي السحره انها الساحر يستطيع ان يؤثر عليك بالخيال. وحين راوا عصا موسى حقيقه واقعه لا تقبل الشك، امن السحره بما جاء به موسى. هنا دي القضية. هقول لك على الجن الخارق اللي ملوش حل ده. سيدنا سليمان لما طالب عرش بلقيس، واحنا قلنا الكلام ده، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم. الراجل الثاني المؤمن الذي عنده علم من الكتاب قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. هتقول لي طب الراجل ده عملها ازاي؟ في حاجة اسمها الكرامة، المعجزة تكون للنبي والكرامة تكون للولي. أنت تنفي إذن دلوقتي أن في أعمال ممكن نهائي يوضع في الأعمال؟ نهائي، ده أكذوبة احنا عايشينها نهائي. يعني يعني ما يقال أنه بيوضع في المقابر، هو بيوضع. بص يا أستاذ عمرو عشان بس المشاهدين وعارفين، مقابرنا ملانة، يعني انت مش محتاج ساحر ولا حاجه، لكن مش بتاثر. ليه؟ لان اعتقاد من البسطاء، لكن مش بتاثر، والجهله. رد يعني عليها يا شيخي. على فكره ولا تؤثر ولا قيمه له. تمام. اذا رايتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فاعلموا انه زنديق. هي دي القضيه. فين المنهج العلمي؟ تعلمون ان هم ما يفرقون بين المرء وزوجي ده دروي. على فكره التفرقه بين المرء وزوجي ده من افعالهم. من يعني بص، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. يعني ليه ما كفرش سليمان؟ لان من يتعلم السحر لزاما عليه ان يكفر بالله سبحانه وتعالى، الراجل اللي بيعالج السحر، واخد بالك؟ وقال لك هنا ايه؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إيه التفرقه بين المرء وزوجه؟ دي قضيه تانية خالص غير قضيه السحر على فكره. لان هنا الضمير الفاعل الف يعلمون الناس، مين اللي بيعلمه؟ مجموعه. هنا بيقول فيتعلمون منهما، في فرق بين ضمير الجمع اللي كان في صدر الآية وضمير المثنى اللي في الآية. طب هنا أمال إيه المشاكل؟ اتنين مختلفين مع بعض. زي واحدة هتجي لك المسجد كإمام تقول لك بنتي يا مولانا ما بيجي لهاش حد ومش عارف طب أقول لك على ما هو أفظع من كده. جالي شاب من حي المقطم ويا مولانا أنا ما متجوز زي أخونا ما بيكلم وفي مشاكل لا هنحكي على الهوا، وقال إن أنا متجوز بقالي 15 يوم ومش عارف إن أنا أقيم علاقة بيني وبين زوجتي. قلت له هو انت سبق لك الكلام ده؟ يعني عصيت ربنا قبل كده؟ قال لي ابدا. فهمت انه شاب مؤدب. طيب انت بتجتمع ازاي؟ فهمت انه ما عندوش اي خبره في العلاقه الزوجيه. دكتور قلت له هل علمت ان الوضع بيبقى كذا وكذا 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 وكذا؟ هو لما تبات تقول له مش هيفهم غير ان هو معمول له عمل ومربوط. الراجل مشي بعدها بيوم باتنين بثلاثه بدا يفهم انه هو مش فاهم العمليه الجنسيه صح،
لانه اتربى تربيه حسنه للاسف الشديد ما قدرش يعني. انا نفسي اخد مساحه، انت كده اديت المساحه لشيخنا على عيني وراسي. انت كنت بتتكلم في التقرير. ماشي بقى، انا عايز اتكلم، عايز اوضح بقى تقريري يا سيدي الفاضل. انا بس بدي اوضح تقرير بعد اذنك. احنا انا طالع معاه على المنبر ده عشان انا عارف ان الظروف مصداقيه، وانا عارف ان هيحصل مواجهه، انه هنتكلم. انا عايز الناس تشوف المواجهه دي، فاديني ان انا اتكلم والناس تسمعك وتسمعني. هو ده مش حضرتك بخطب. اتفضل. لم هو طالع دلوقتي هو نافي اساسا ان السحر بيأثر على لا هو نافي اساسا ان حضرتك لديك القدره على انك أنا انت والسحر. تبطل هو ده يا استاذ عمرو، خلينا نريحه. هو اللي حصل ده سحر؟ بس انا ده بس اسال سؤال، اللي حصل ده سحر؟ ده مش سحر، ده سيناريو وحبكه دراميه حلوه كويسه لناس عايزه تتعالج نفسيا. طب ما انا قلت خلينا نتكلم يا دكتور عمرو. تعبان نفسيا يا دكتور عمرو. انا قلت يعني ده هو قال ان هو مسه جن وهو على سنه 15 سنه. يا دكتور عمرو ده هل ده وارد برضو؟ لا. عارف الوارد ايه؟ ان ده محتاج يتعالج نفسيا. شوف حضرتك ليه بقى؟ لانه شخص مأزوم، راجل دخل كليه ما استكملهاش. خلينا دكتور عمرو بعد اذنك. يا دكتور عمرو انت قلت انك انت ممسوس، وقلت انك انت لك علاقه بجان اسمه سالم. تمام. انا سمعت ده في التقرير. كويس خالص. فسالتك البنت في العربيه وسالم قال لك ايه؟ تمام. وانت رديت عليها قلت لها سالم قال لي احترس من هذه المنطقه، هذه منطقه خطره. تمام. مظبوط. اكمل عايز خلاص بقى بعد اذنك سيبني انا فرصه بس اوضح للناس عشان لسه لما تحكم قدام الشاشه تبقى عارف هو قال ايه وعلق عليه. هو اولا قال ان انا كل كلامي ده ان انا مريض نفسي ومفيش الكلام ده خالص. تمام، على عيني وراسي احترم كلامك. انا بنجيك عشان ما تتحبسش. على عيني وراسي. شكرا. اللي زيك لازم يتحب. يا سيدي جزاك الله خير. انا على فكره ده فعل مخالف للقانون وللشريعه الاسلاميه وللدين، ويجب على الدوله المصريه ان هي تاخد اجراءاتها. يا دكتور عمرو ممكن يعني الدنيا يا جماعه مساحه بس عشان انا مش شايفك بتتكلم علم. ما انت مش سايبنا اكمل كلمتين. طيب كلم علم يا شيخي بعد اذنك خلينا اكمل. اتكلم علم. طيب هو اولا قال ان انا مريض نفسي، خلاص خلصنا من الشق ده. الشق الثاني قال ان الاسحار ما بتاثرش على الناس، يعني كل الاسحار والشيوخ والعلماء اللي طلعوا دول اللي هم مؤيدين امر السحر اتنفوا. يعني مثلا كل الحلقات اللي انت طلعتها مع الشيخ عمرو الليسي ان هو بيطلع اسحار وبيعالج الحاجات، كل ده غلط. الشيخ عمرو الليسي عمره صح ما طلع اسحار. مين ده؟ الشيخ عمرو الليسي. بص لا حضرتك يلبسون الحق. استنى حضرتك. لا 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 يا شيخ عمرو. لا لا يا دكتور عمرو الليسي بيتكلم عن الحسد. يا دكتور عمرو وقال لك ان الحسد مذكور في القران. يا دكتور عمرو وقال لك ان علاجه قراءه سوره البقره والرقيه الشرعيه التي قام بها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ان احنا فكينا سحر على الهواء ده ما حصلش. ما فيش مره في حياتي انا طلعت على الهواء وقلت يا جماعه دي اسحار وانا جبتها وبفكها لكم والكلام ده. دي كانت احجبه. الدكتور عمرو كان بيقول هل فعلا نقدر نثبت للناس ان الناس بتروح للدجالين والمشعوذين ويطلبوا الكلام ده، ولا ده يعني خيال؟ فاحنا جبنا الاحجبه دي كنموذج ان الحجاب فعلا الناس بتروح تعمله عند الدجالين علشان يحفظوا من الاعمال والحسد والمس والكلام ده، لكن ما هواش سحر اتعمل واحنا جبناه من تراب او جبناه من مكان، لان لا صعب جدا ان انا اروح اعرف مكان سحر بنفسي. كنا بنتكلم على الأحجبة والبدع اللي بيستخدمها بعض الدجالين في موضوع الأحجبة. انت كنت وصلت لايه يا مولانا في الأحجبة؟ ده حجاب. ده حجاب برضو. ولازم يبقى نوعية الجلد نوع معين. جلد غزال. ايه ده؟ ده الحجاب يا دكتور. طبعا بيبقى بالطبق تطبيقه معينه. انا يعني عايز ابين للساده المشاهدين. ده حجاب بقى على اصله بقى. ده على اصله. ده من الاخر. ايه ده؟ ده ايه المكتوب ده؟ دي كلها ايات قرانيه. ده منقوش من كتاب شمس المعارف. يعني ايه مطلوب؟ المطلوب ان انا مثلا يتحمي، يفتح له باب الرزق، يفتح له باب الزواج، يفتح له الناس تشوفه تحبه، الكلام ده ان هو يحفظ في الخير. يعني ده في الخير. ده في الخير لان ده هو مش يعني ده مش عمل. لا مش عمل. ده مش عمل. ان حد يقول لك ان السحر موجود في الحته الفلانيه وانا هجيبه لك، ده على طول دجل وشعوذه. قال لك بقى انا معايا جن مسلم، قال لك انا معايا ناس صالحين، انا عندي روحانيات، ده دجل وشعوذه واكل اموال الناس بالباطل، ولا يلتفت الى هؤلاء ابدا، ودول دايما احنا بنحذر منهم. اما ان واحد يجي لي يقول لي انا شاكك ان انا مسحور او في عمل، فانا بقول له والله انت لو شاكك ان عندك سحر او عندك حسد او عندك مس، عليك بقراءه سوره البقره، عليك بقراءه المعوذات، عليك بالصلاه، عليك بالاذكار. عمرنا ابدا ما طلعنا على الهوى وقلنا انا هجيب لك العمل، انا هطلعه لك، انا عندي قدره الهيه، انا عندي الهام من ربنا. الكلام ده غير صحيح.
أي معالج في الدنيا هو عبارة عن راجل عنده علم بيدل الناس على الطرق الشرعية لعلاج العين أو علاج المس. فكون إن أنا أقول على نفسي أو أي حد يقول على نفسه إن هو عنده إلهام وهنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه لإخراج الجن والإخراج السحر، هذا كذب وهذا غير صحيح، ولم يقل به أحد من الرقاء المحترمين اللي فعلا على نهج الكتاب والسنة زي ما نقول الرقية بالكتاب والسنة. ونفى معايا في الحوار وأثبت أن هناك نصابين بيستخدموا أحيانا بعض المواد الكيماوية وبيحطوها اللي هو صوديوم المشع ويروح رأيه الدين المحادثة بيني وبينك. عايز تسمع؟ اسمع عايز اسمع بيني وبينك. ويروحوا حاطين الصوديوم المشع على هذه الأعمال وبيجيب المية، وجبنا كيميائي في الاستوديو من 3 سنوات وراني التجربة وعرفت ازاي ان بيخش الرجل الدجال يمسك شوية مية يروح رميهم على الارض اتار الارض فيها صوديوم مشع يروح على طول مولع يقولك انا حرقت لك الجن. تمام يا دكتور، انا طلعت لك السحر. واثبت الراجل في الحلقة يعني ان ده دجل وشعوذة. تمام يا دكتور عمرو. ده كده يبقى الجن اتحرق كده خلاص حرق. هو الجن من نار، فازاي هحرق ال ده كده النهاية. لو حابب برضو في واحدة كمان كده يبقى احنا كده اللي بيبان للناس يا شيخ عمرو عشان نشرح للناس بعد اذنك. اتفضل اشرح يعني كده يبقى هو الناس طبعا بتستغرب جدا ان النار طالعة من المية. فبص حضرتك ده المنديل اللي مكتوب فيه الآيات القرآنية اللي جمعنا في البيت برضك فتح ده يعمل اكتر شوية عشان خد هوا. انت بقيت خبير بالكيميائي. هيفرقع دلوقتي طبعا تاني. ايه فرقع؟ هو الراجل ده بيعمل يا دكتور عمرو جايب مناديل الورق مناديل اللي هي الورق دي ويكتب عليها قرآن قدام الناس ويقول لك هنحط شوية بخور عشان يجمعوا الجن اللي في البيت، ويروح مطبق المنديل يقولون فين الركن اللي هنا، يروح حاطط المنديل، حط المنديل هنا كمان، يروح جاي بدل بقى يعني يعمل التجربه الاولانيه انه يدلق ميه يبل بيها المنديل، فطبعا المنديل يروح مطلع دخنه بيضه كده وفجاه ينفجر يقول لك بس اهو شفت كده فرقع. خلينا نتحاور معاك بعد اذنك. انا مش بتحاور معاك، انا بشرح لك، انا بصلح لك معلومات انت قلتها. لا لا الشيخ عمرو الليسي حضرتك انا هسال سؤال بس، هو انت جاي النهارده هو ده حوار عشان تراجع عن عمرو الشيخ عمرو الليسي؟ لا 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 ولا جاي تدافع عن نفسك وتثبت ان هو بينقلك بينقلك بخبث لمنطقه تانية لانه هو عمال يغلط فيا يا دكتور عمرو. انا عايز على فكره انا عايز الحوار معاك حاول تغير والله العظيم. لا ده هو مفكر ان احنا هنطبل له اللي عاوز تروح عارف لما تخش في تفاصيل. لا لا يا دكتور عمرو، يا دكتور عمرو عشان هو غلط فيا انا. لا 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 هو غلط فيا انا، هو عميت ما غلطش فيك رد عليه. انت مش عايز ارد عليه؟ استنى طب قول لي ارد عليه بايه؟ قول لي استنى. هذا الشخص يصدر لنا جهلا ونصب. ايه الرد يا دكتور عمرو؟ ايه الرد بعد اذنك؟ عموما واضح ان الحوار كده يعني هينتهي الى لا شيء. لا 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 انا عايزه بعد اذنك قدامك دقيقه وترد. اتفضل دقيقه واحده ورد. ايه هو السؤال؟ الشيخ قدامك اتفضل رد عليه. رد على هو ايه؟ لا لا هو دلوقتي نفى وجود السحر وده غير حقيقي وانا مع لا هو نفى انك انت لديك اي قدره اساسا وان كل ما تم تمثيليه الهدف منها الشهره. طب والحاله اللي معايا حضرتك والحالات اللي انا الحاله انت عليها الحاله لسه ما اشتغلتش عليها ما عالجتوش لسه ما ريتش عليه يا راجل الحاله مع حضرتك وباقي الحالات الثانيه. انت بتاخد فلوس الحالات اللي بتجي لك؟ لا يا دكتور عمرو ما قدام عنك المريض قول له لو خدت منك جنيه ولا حاجه لما جه بقى اما نشوف هيتعمل فيه ايه يا فندم. يا فندم الحالات بعد اذن حضرتك كل الحالات اللي انا عالجتها كيف تدلل الشيخ ابراهيم هذا الشيخ الازهري الذي له مقام رفيع بانه ازهري هو نفى على صحه ما ادعيت؟ نفى وجود السحر. سؤالي هو واضح جاوب في دقيقتين. نفى وجود السحر وانا بقول السحر موجود ده رد عليه. انا بقول ده رد عليه حضرتك. انا بقول تاني يا استاذ عمرو لانك اعلامي مهني ومتخصص وملتزم بالمعايير الاعلاميه انا بسمح لنفسي ده بلاغ للنائب العام اللي هيفصل بيني وبينه القانون. يا دولة يا مصرية انتوا طالبتونا ان احنا نعمل على تجديد الخطاب وتقديم الفكر هو الديني كده المستمد من كتاب الله وسنة النبي. هل هذه الظاهرة التي نراها الآن وأمثال هؤلاء في القرى على فكرة دول بيتربحوا تربح غير عادي ويأكلون المال الحرام وكل ما يتحصلون عليه نتاج هذه الأعمال التي رأيناها مال حرام
مال حرام. اثبت لنا سنسأل عنه بالدين. امام الله سبحانه وتعالى اثبت لنا السحر بالدين. حضرتك نفى الايه انا بسالك اهو. لا نفى الايه ده. بص واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هو قال لك السحر سحر تخيل فقط يا دكتور عمرو. انها السحر يا دكتور عمرو انتهى انتهى. لا ازاي حضرتك انت اسمعني اسمعني تعال انت مقدم لي قضيه للادي. فين فين قضيتك يا صاحب القضيه؟ قضيتي ان السحر موجود. تعالى يا ابو حمله اللي عملت حمله. ايوه انا معاك. فين حمله ايه اللي انت عملتها؟ ايوه حمله تخرج اسحار الناس الجمهوريه كلها عملتها دكتور عمرو. من حق الامم كلها تصنفنا ان احنا عالم ثالث وعالم عاشر. انت حضرتك وعالم تاسع. انا ارد عليه بايه؟ وعالم مليون. واحد نافي السحر يا دكتور عمرو. للاسف انا هعلق عليه بايه؟ ما زلنا انا بقول كل امام في قريه مدان وسيسال بين يدي الله. مشتهد في السحر لما يسيب امثال هذا الشخص كلها شيخ يتحركوا بين الناس. شيخي تعال هنا انت حب التعامل مع الجن. انا هجيب لك اسامي واقعد اقول لك ابن تيميه. بعد اذنك يا دكتور عمرو انهي حوارك ده؟ انت يا انهي حوارك ده بعد اذنك؟ ممكن اتكلم؟ انت بتاع الدكتوراه. اتكلم بعد اذنك يا شيخي بعد اذنك. الشيخ ابن تيميه وممكن حضرتك تراجع ده الكلام ده وهو الكلام. انا مالك ابن تيميه؟ انت مالك ابن تيميه؟ انا بكلمك شيخ الاسلام. ايه اللي انت قدمته؟ الدكتور عمرو بيقول لي اسمك. انت نصاب. اللي انت بتعمله ده نصب على الهوا. ده بلاغ للنائب العام. اللي انت بتعمله في القبور من حمله. انا كاحد المتخصصين في العلوم الشرعيه بقول وعلى مسؤوليتي اللي انت بتعمله نصب واحتيال على إيه حضرتك. كل بيعمل ارضيه يا استاذ عمرو. كده يا دكتور عمرو بيعمل ارضيه شعبيه. لو كل واحد فينا جرب في 100 مليون يجرب مره هو بقى دكتور عمرو. مليونير وملياردير. اسمعني سيدي الفاضل. واللي عمله من المحافظات الثانيه يا دكتور عمرو. التقرير ده والشيوخ يا دكتور عمرو. ده التقرير يشينك. ده التقرير وصمه عار على الدكتور إننا يا شيخ عمرو. قعدنا معاك حتى الدكتور يا شيخ عمرو. دكتور عمرو الشيوخ اللي طلعوا من مين الشيوخ في الحمله؟ شيوخ مين عندك؟ عندك مين هم الشيوخ في الحمله؟ انا مشارك. مين هم الشيوخ في الحمله؟ بص عندك الاعداد اهو. قول له هات الفيديو. مين انا بسالك انت الشيخ عمرو الليسي. قول لهم يا دكتور عمرو ده الامام اللي في قريته. يا سيد لو تقاعس عن انه يتصدى لي انا بناشد السيد وزير الاوقاف انه ياخد موقف. اسمعني يجب على صاحب الخطاب المستنير عندك الاعداد ان هو يتصدى لك. اديني بقى اتكلم في اخر دقيقتين. خلينا اتكلم يا سيد الفاضل. مش اديني فرصه. انا شايفك بتتكلم. عندك حوار بعد اذنك دخل في قناه مع روسيا يا دكتور عمرو مع الشيخ عمرو الليسي. روسيا؟ مع روسيا في روسيا. ده انا هفترض جدلا ان الشيخ ان عمرو الليسي قال كده. هو مش حج على دين الله. كل منا يؤخذ ويرد. روسيا يا دكتور عمرو. انا هسلم له. هريح هسلم له كده. هو طبعا بالنسبه لقناه روسيا اليوم انا طبعا ما شاركتش في حمله اخراج الاسحار من المقابر. انا مش واحد من المشاركين في هذه الحمله. لكن انا لما اتسالت على قناه روسيا اليوم عن هذا الامر قلت يعني ده كويس ان انتوا تطلعوا وتثبتوا ان قد ايه الناس بتمشي ورا الدجل والشعوذه وقد ايه الناس بتمشي ورا الخرافات دي وان ده شيء محرم شرعا سواء بقى انت بتعتقد ان في سحر او ما فيش سحر. انا قضيتي معاك الليلادي. انا جاي لك لا انا جاي انا سايب برنامجي وجاي لك الليلادي. طيب. انا عايز اقول لك حاجه. اسمعني عايز اقول لك حاجه واحده. هذا الذي تقوم به دجل وشعوذه. انت قلت عراف. ايه دليل العراف علي انا؟ ما العراف ده معروف بيطلب الاسم. ده انت سلمت نفسك تسليم اهالي. ايه هو بقى فين هو دليل اسم؟ انت حجتك إيه دليل إن أنا الدكتور عمرو بيسالك بيقول لك والاخت بتسالك في التقرير قلت لها اصل انا ملهم ومش كل واحد عنده العلم ده. اصل العلم ده مخصوص. لا حضرتك اسمعني بس. لا اسمعني دول تلعب بيهم إيه على لا 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 اسمعني بس حضرتك اسمعني بس. سيبك من الكلام ده. انت دخلت وقلت لي تلعب بره في الشارع. اسمع حضرتك انت من اول كلامك وانا ساكت. انت نفيت ساكت اساسا إيه؟ ونفيت وجود السحر. انت شرفك بالسحر. نفيت وجود السحر. وانت عارف تقرا ايه في كتاب حضرتك ربنا عشان تتكلم. يا شيخي يا شيخي عيب. انت بص انت اولا راجل فشل في دراسته الشرعيه واتفصل من كليته خلاص. راح قال لك انا استاذ دكتور وانا جاي بناء على ان جاي اقابل استاذ دكتور علشان اجيب رئيس الجامعه بتاعه يقول لي جاب له الكلام ده منين. حضرتك ده عمالين نقول ايه؟ بص يا استاذ عمرو بره قال لك انا استاذ دكتور ليهم يا سيدي. شويه واحنا داخلين في الاعداد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خدت الماجستير يا سيدي دكتورة. عندك الراجل على ما قعد على الكرسي قدام حضرتك يا سيدي الفاضل. الراجل معايا اهو هعمل الماجستير. بص يا دكتور عمرو الراجل معايا اهو ينفي كلامي. لو فضلنا لاخر الحلقه هتلاقي ما اتولدش. يا شيخ اسمعني يا شيخ عيب الكلام ده. انت عملت لسه ما اتولدش وانا من اسلوب الاحترام ما بردش. من الحوار هذا الحوار يعني الحوار واضح وفي الاخر الحكم للمشاهد. شكرا لحضراتكم على حضوركم. شكرا للمشاهد. انا حبيت اقدم الموضوع بمنتهى الموضوعيه التامه الحقيقه. رجل ازهري فاضل موجود ومن ادعى التجربه وصاحب تجربه لم يعالج. ولكم في النهايه القرار. فاصل ونعود في واحد من الناس.
يمكن الفقرة زي ما شفتوا كانت محتدمة جدا، الحوار دلوقتي كان محتدم جدا. والحقيقة احنا كمان حبينا بعد ما سجلنا هذه الحلقة ما بين الطرفين المتواجدين في الاستوديو وذكر اسم الشيخ عمرو الليثي، سجلنا برضو معاه وخليناه برضو طبقا لحق الرد وقانون حق الرد ان هو يرد على ما اسند اليه من انتقادات وجهت من خلال احد الاطراف الضيوف اللي كانوا موجودين، وتم مونتاج الفقرة وضعها بالكامل قدام حضراتكم بكل تفاصيلها، فأصبح جميع الأطراف التي ذكرت موجودة وكلها ردت فيما يخص ما أثير أو ما وجه إليها. أما عن الفقرة اللي قدمت، الحقيقة أنا قلت منذ قليل إن أنا بنهي الفقرة وأنا واثق إن المشاهد لديه من الفهم والإدراك والوعي والبصر والبصيرة أن يفرز الغس من السمين، أن يدرك الحقيقة حتى لا نعيش ولا نقع في أوهام ولا نعيش أسرى عادات وأفكار غير حقيقية ونربط بها واقعنا وألمنا ومشاكلنا. يجب أن ندرك الواقع، يجب أن ندرك الواقع ونكون منطقيين. والحقيقة دايما يجب أن نحكم العقل والدين في كل ما نسمع وكل ما نرى. أنا حبيت أقدم هذه الفقرة النهاردة عشان زي ما قلت في بداية الحلقة، نحن ضد الدجل والدجالين والشعوذة والمشعوذين، نحن مع تحكيم العقل دائما. عشان كده كنا حريصين أن يكون رجل الدين الأزهري متواجد وفاحص وممحص لكل التفاصيل كي يرد بالأسانيد الدينية العلمية المنطقية. الفقرة انتهت وحلقتنا انتهت. عايز اقول لكم بكرة عندنا ايه. بكرة عندنا زي ما انتم عارفين احنا دلوقتي يمكن شكل البرنامج كمان بدأ يتغير، يعني يوم الاثنين هيكون دايما يوم مختلف عن ايام سبت والحد، هيبقى فيه يمكن جرعات اخرى مختلفة من الفن والثقافة وبعض الخدمات اللي بتهم المشاهدين. بكرة ان شاء الله هيكون معنا لأول مرة فنانة غابت عن المشهد الفني لمدة 10 سنوات بعد أن احتجبت واعتزلت، تعود لأول مرة غدا وتثير الكثير من النقاط الهامة وتكشف الكثير من الأسرار في أول حوار لها بعد رجوعها إلى الساحة الفنية. الفنانة شاهيناز هتكون معنا غدا في واحد من الناس. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على ألف